ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، واهلا بيكم في شقة النهاردة رائعة التفاصيل زي ما حضراتكم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الشقة حلوة جدا جدا جدا. الشقة كلها بالأوفايت واللون الجولد، تفصيل كل الشقة باللون ده. قبل ما نبدأ الفيديو حطولنا لايك للشقة القمر دي، واللي أول مرة يشوفنا في القناة ريت شرفنا باشتراكه معانا، ويضغط على جرس اشعار الكل عشان يوصلوا كل جديد. اكيد هتستفيدوا من الافكار والشقق والديكور اللي بنقدمه النهارده. مش هنعرض بس الشقه، بصوا كده الاول. هنا الريسبشن في زي ما انتم شايفين كده، السفره التحفه تحفه دي، شايفين بقى الكراسي مختلفه تماما. في هنا انتري برضو. فندخل بقى على المطبخ، وانا النهارده هركز على ادوات المطبخ بتاعت العروسه. هنا حلوه قوي قوي، يعني احنا مش هنلف الشقه كلها على قد المطبخ بس والريسبشن وتفاصيل المطبخ. بصوا كده المطبخ كله بالابيض برضو والجولد، شايفين الستاير التحفه اللي ورا دي، ابيض وجولد. كل ادوات المطبخ مركزة على اللونين دول، لكن هي عندها أدوات مطبخ رائعة وتفاصيلها تعجب كل البنات اللي معانا بقى بيجهزوا، أو لو ست بيت بتجددي بيتك تستفيدي من الأفكار دي. بصوا المطبخ، يعني دي ترابيزة مطبخ، بس طبعا تعتبر تحفة فنية زي ترابيزة سفرة بالظبط، وأحلى كمان. الأرفف برضو هنا عاملة الحيطة جولد، وبرضو الأرفف بالأبيض. بصوا التفاصيل بقى والجمال في المطبخ، مستمتعوا معايا بكل لحظة في الفيديو ده، يعجبكم جدا جدا. طبعا انتوا عارفين ان الاتراك بيهتموا جدا بالقهوة وتفاصيل القهوة والفناجين بتاعتها. هذا المطبخ تاني اهو، ونبدأ بقى نشوف بقية الفيديو، اشوف بقى رأيكم في الفيديو ده. بصوا كده هي بتجهز السفرة. بصوا بصوا بقى الالوان كلها مع بعضها عاملة ازاي، شايفين الوان الاطباق شكل تاني اهو، لتقديم فنجان القهوة. شايفين بقى الصواني الازاز، الاطار بتاعها برضو مذهب. العرايس بقى الجداد يستفيدوا من الافكار دي في ترتيب او تجهيز السفرة. هنا هتقدم قهوة بشكل دي، شايفين بقى الفنجان بتاع القهوة حلو قوي ازاي اهو، كل فنجان شكل الشوب المية بتاعه. دايما يا بنات بقول لكم حاولوا تجيبوا دايما الاطباق السادة البورسلين او الابيض السادة عشان تلونوا عليها زي ما هي عاملة كده. شايفين بقى الشكل، ابداع جمال جدا، يعني منتهى الشياكة والبساطة كمان في التقديم. بصوا بقى الجمال، هنا الصينية نفسها جولد، وبرضو الاطباق بصوا اسود في جولد وابيض في جولد، والكاس برضو الاطار بتاعه بس جولد كله، هو كريستال وازاز عادي اهو. انا حبيت اعرض الفيديو كله الاطباق بتاعتها وطرق تقديمها. بصوا هنا الصينية الازاز تحت او الطبق الازاز تحت، والمنديل الاحمر حتى فوق برضو جزء من المنديل كده، فعاد شكل حلو جدا. بصوا كمان رصة الشوكة مع السكينة وضعها حلو قوي كده. بصوا يا بنات الألوان عاملة ازاي، شوفوا بقى الجمال ده. الطبق سيلفر والأسفل الفنجان سيلفر، والطبق باللون الأسود، المفرش اللي تحت أسود فيه سيلفر. طيب نشوف هنا هتقدم ايه. بصوا بقى الفنجان ده وطعمته، عندها مجموعة من الفناجين اللي عليها الجناح ده، هوريها لكم دلوقتي، هتعجبكم جدا بألوان مختلفة. بقى شوفوا الفكرة دي بقى، انا مشفتهاش خالص قبل كده ان هي تقدم الفنجان بالطريقة دي. بصوا شكله بقى في الشيالة بتاعته، حلوة قوي قوي انك تشيل الفنجان كده، شكل حلو جدا على سفرتك وانت بتقدمي. هنا الصينية برضو جولد، والفنجان اطاره جولد، شايفين العيون اللي على الفنجان حلوة قوي.
هوريكم انا الفنجان ده تاني وشكل الكف كده، شكل العين، شايفين الشجرة كمان اللي جنب نفس الألوان. بصوا كده الفناجين دي تحفة اهي، هي ابيض كلها والجناح اللي عليها فوشيا بقى ازرق، كل الالوان اللي بتحبيها، فحلو جدا لما تنسقي معاها اي شوب ميه شكل اللون الجناح اللي فيه. الصواني ذهبي بس هي حاطه ابيض في اسود نخاله مع الذهبي الطبق، والفنجان كمان شايفين شكل الفنجان ده بنات عامل ازاي. ده مش عارفه بقى زي ما بيقولوا شربات اللي بقى عندنا شربات الورد ده. بصوا الطبق ده، ده بيتباع يا جماعه يا بنات الاطقم دي زي ما هي كده، مكان للطبق كده مكان للفنجان بالشكل ده، بحيث انك تقدمي بقى لو هتعملي عصير او تعملي ميه حلويات مع نفس الطبق. بصوا الصينية مع نفس لون الشوب المية باللون الأخضر، حلو أوي الأخضر. بصوا السفرة، شم اللي عاملة على السفرة حلوة أوي، تسلم إليها بجد، منسقة جدا، شكل تاني للشيالة اللي بتركوا عليها، حلوة أوي، عجباني فكرتها، حلوة جدا. الصواني بتاعت ايكيا بصوا برضو عشان هي عاملة ملون والاساس ابيض، دايما اشتغل على ان الابيض عندك يا بنات يبقى الاساسي في حاجات كتيرة، في حيطان، في ديكور، في تفاصيل جديدة جدا، اي لون هيليق عليه. القعدة بقى في البلكونة، انا بقولتلكوا عليه الفنجان اهو، الطبق كف ازرق في العين، وكذلك الفنجان بتاع القهوة حلو قوي قوي، واول مرة اشوف الشكل ده. الفناجين اللي بتقولكوا على، بص بقى الشياكة هنا، اللون ده برضو مختلف، ايه الجمال ده، اه شايفين بقى الجمال والشياكة، كل اشكال الفناجين اللي عندها حلوة قوي، لكم ان تتخيلوا بقى باقي التفاصيل الاطباق الكبيرة عاملة ازاي. كمان هنا طرق تقديم اهو برضو عاملة حلويات مع القهوة. بصوا بقى الشوكولاتة بتاعها حتى الشمعة تحتها كده مع الفواكه مع القهوة، فكرة حلوة جدا برضو للتقديم وشيك، وفي نفس الوقت ان الشوكولاتة تبقى سايحة عندك لو هتعملي بيها الفواكه دي ما تجمدش معاكي. ده الطقم المكسيكي، ناس كتير قوي عندها من الطقم ده. طيب اصلا طقم الشاي والقهوة والسكر عامل ازاي؟ مش عارفة بقى البنات اللي بيتفرجوا علينا والسيدات اللي بيتفرجوا علينا، هل الفيديو ده مستمتعين بيه ولا بالجمال اللي فيه زي ما انا مستمتعة كده، ولا حاسين ان كتير ان ربنا نتفرج على اطباق وفناجين بس لشقة عروسة؟ اللون الاخضر حلو قوي يا بنات، يعني انا مش يعني الاخضر مش انا بحبها قوي، لكن حلو جدا في الحاجات اللي مقدمة. بصوا برضو كمان الطقم ده مش كل العرايس تقدر تشتري الالوان، يعني يبقى عندها الجرأة تشتري الالوان الفاتحة او دي، بس بصراحة تحفة جدا في التقديم. ده الطقم اللي قدمناه قبل كده من الاطقم اللي عجباني اوي ومختلفة.
الفيديو ده لو انت مترددة تجيبي الوان مختلفة هيديك الجرأة انك تعملي ده، وانت مطمنة للشكل اللي هتقدميه. الجلد النمر ده حلو قوي، الحاجات المشبهة دي. الجمال ده هنا بقى، الجمال عدى الكلام. في تفاصيل الحاجات الصغننه دي، فيها بونبوني شوكولاتات صغننه مع الالوان حلوه قوي. انا كمان مش مجرد، مش لازم حاطه الطبق، حاطه بس الورق كده، وحاطه عليه الشوكولاتات الحاجات دي كده. بصوا السكينه مع الشوكه دي، الفكره دي عجباني اوي بتحط بالطريقه دي. تبقوا بقى مع الدقايق اللي لسه في الفيديو، واتمنى ان الفيديو النهارده يكون ساب لكم افكار جديده واستمتعتوا بيه زي ما انا مستمتع بيه. وشوف رايكم في الكومنتات، وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع شقه جديده مع عروسه جديده مع افكار جديده. ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.